ودلوقتي جه معادنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنشوف فيها ازاي المشاهير بيستخدموا السوشيال ميديا وايه اكتر الابليكيشنز اللي بيحبوها. بيتابع طه الدسوقي 1,100,000 على الانستجرام، وهو بيتابع 1,158 اكاونت، منهم طبعا ستاند اب كوميديانز وانفلونسرز وكمان نجوم من الوسط الفني. نشر حوالي 1,237 صوره وفيديو، ولقينا انه ناشر اكتر من 50 صوره وفيديو عن اعماله الفنيه زي دوره في مسلسل موضوع عائلي وكمان مسلسل الصفاره. ومن المعروف ان طه الدسوقي ستاند اب كوميديان، فنشر طبعا اكتر من 20 عرض ليه. من الانستجرام نروح للفيسبوك، عدد متابعينه 1,200,000 متابع، واخر بوست نشره عن مسلسله جديد حاله خاصه. وبكده نكون وصلنا لنهايه السوشيال لاب.